يا ابني انت، هي الطماطم بتتقطع كده. ايه ده؟ دي شنطتك دي ولا شنطة امي؟ تلاقيه بتاع نادي اخت ريتا، بس لفت معانا في شرم. يعني ايه لميت هدومكم مع بعض دي؟ ها؟ بص يا فاطمة، الشخصية دي مش محجبة، يعني الطرح مش هتنفع. انا معايا باروكة. هو انت قلت ايه نانسي يا حسين؟ قلت لها تخف عنك شوية. وانت مال امك؟ هو انا كنت اشتكيت لك؟ ده لو الموضوع ده حصل، ده انا هعمل لك حتة مفاجأة هزبطك. طب ما ينفعش لا؟ انت كده فاضلك 15 كيلو وتبقي موديل. طب كويس انت فاكر ان لسه مدام. يعني الاول يعبرك اصلا بعد كده. اتكتم عشان انا ممكن انزل على الاسم دلوقتي اعمل لك محضر تحرش واعرفك مقامك. كلمي على قدك ولمي نفسك، انت اصلا فاضل لك دقن وتبقي شبهي. يعني ايه مشاعرك اتغيرت؟ ايه اللي انت بتقوله ده اصلا؟ الموضوع خلص خلاص، فكك من الدور اللي انت عايشه فيه ده. اشمعنى يعني ان انا بعيد؟ لا يا نهى، كله للمدرسه. اتفضلي اطلعي على السرير، لا البانتي واضغطي بالملايه. اوكي يا دكتور معلش. البيبي ده لازم ينزل. انت تخرس، هو انت حرامي وكمان حرامي ايه؟ تضربني يا حيوان.